أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بمشاركة ممثلي القطاع الخاص بمملكة البحرين وأصحاب الأعمال وجميع رؤساء وأعضاء اللجان بالغرفة، انطلقت أعمال المؤتمر السنوي الأول للجان، وتضمن برنامج عمل المؤتمر في يومه الأول عقد 5 جلسات حوارية مستديرة خاصة بكل من اللجان التالية: الصحة، الصناعة والطاقة، المالية والتأمين والضرائب، العقار والإنشاء، ولجنة التكنولوجيا. وقد ناقشت اللجان عددا من الأوراق، حيث استعرضت لجنة الصحة سبل معالجة التحديات المواجهة لجودة خدمات الرعاية الصحية الخاصة المقدمة في البحرين لوضع البنية التحتية للسياحة الصحية في السنوات المقبلة. أما ورقة عملها الثانية فقد ناقشت اقتراح استراتيجية للحد من القيود المفروضة على الموقع المقدم لمراكز التعافي الشاملة، فيما استعرضت لجنة الصناعة والطاقة 3 أوراق عمل، الأولى بعنوان الصناعات التمهيدية والثانية حول أزمة الأراضي الصناعية، أما الثالثة ناقشت التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في التصدير للأسواق السعودية، فيما استعرضت لجنة المالية والتأمين والضرائب في ورقة عملها موضوع التصنيف المالي والائتماني للشركات. واختتم اليوم الأول بمناقشة ورقة عمل لجنة التكنولوجيا التي تناقش في ورقة عملها جانب منصات التجارة الإلكترونية العالمية التي تخنق التاجر البحريني وتعيق النمو الاقتصادي المحلي، وكيفية التعامل مع التحديات من وجهة نظر القطاع التكنولوجي. التركيز على القطاع المالي بحيث أن يكون في هناك تطور وتنمية في هذا القطاع بما يفيد الشركات على مختلف مستوياتها، الشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والصغيرة. من ضمن أهداف اللجنة هو أن يكون في هناك تصنيف ائتماني للشركات. حاليا في البحرين ما عندنا هيئة خاصة تقوم بتقييم الشركات بحيث أن يكون هناك التصنيف الائتماني. أول شيء يسعدني أن أتكلم عن لجنة الصناعة والطاقة اللي لي الشرف أنها رأسها. اللجنة مكونة من 8 أعضاء من الصناعات الأساسية اللي في البحرين، والصناعات المتوسطة والصناعات الصغيرة. تدارسنا في خلال آخر 6 أشهر ما يمكن تطوير الصناعة، وجدنا أن هناك تحديات، وحددنا تحديات اللي عندنا لحل 3 مشاكل. الأولى هو خلق الوظائف. الشيء الثاني إن لازم ننسق جهودنا مع دول الجوار. اليوم المصانع الضخمة اللي قاعد تنشأ في السعودية من صناعة سيارات إلى صناعة سلاح، ودنا إن البحرين تكون لها دور مع السعودية. الشيء الثالث اللي بحثنا فيه هو إن المناطق الصناعية لازم تتحول في تجربة ناجحة في الحد، منطقة صناعية ذات كفاءة وذات تصميم بيئي ومن ناحية السلامة من أرقى ما يمكن. لماذا لا تطبق هذه التجربة في جميع المناطق الصناعية؟ طبعاً أن قطاع النقل واللوجستيات من القطاع المحفزة للاقتصاد أو لاقتصاديات الدول. طبعاً ناتج قطاع النقل واللوجستيات تمثل في اقتصادية دول كثيرة ما بين 10-15% في الناتج المحلي الإجمالي. مملكة البحرين طبعاً بفضل الحكومة الرشيدة وبالعمل غرفة التجارة وصناعة البحرين مع مجلس التنمية الاقتصادية نعمل على تنفيذ رؤية البحرين 2030 لدعم هذا القطاع الحيوي الهام. تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة وبحضور كل من محافظ مصرف البحرين المركزي والرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، توجت بورصة البحرين الفائزين ببرنامج تحدي التداول الاستثماري تريد كويست للعام الدراسي 2018-2019 بمجموع جوائز نقدية قدرها 30,000 دينار بحريني. المزيد من التفاصيل مشاهدينا في سياق التقرير، زميلة ريم جناحي. تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة الوزير المشرف على بورصة البحرين، تم تكريم طلبة وطالبات المدارس الثانوية والجامعات الذين شاركوا في برنامج تحدي التداول الاستثماري تريد كويست الذي تنظمه بورصة البحرين. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني إن إحدى الميزات التنافسية الرئيسية لمملكة البحرين تمثل في أن العنصر البشري من فئة الشباب
يتمتع بمهارات تكنولوجية متقدمة ويحمل شهادات مهنية، بالإضافة إلى كونه يتحدث باللغتين. ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن سعادته بالنجاح الذي حققه البرنامج في نسخته 21. الابتسامة اللي نراها على وجوه الطلبة في نهاية اليوم أو مثل السيرموني اللي حصل يخلي كل الأفورت والتعب worth it، أو أنه يعني سعيدين بتقديم هذا البرنامج لهم، ونطلع إلى مزيد من المدارس والجامعات يكونوا إن شاء الله داخلين في البرنامج. وقام سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد محمد المعرج في نهاية الحفل بتقديم جوائز البرنامج لهذا العام للفرق الثلاث الفائزة من كل فئة. والهدف بشكل ما وضحت بالدرجة الأساسية هو يعني تمكين أولاء الشباب من التعرف على أساليب التحليل المالي، وإحنا من خلال رصدنا للنتائج اللي شفناها من قبل الطلبة وكيف ساعدتهم لما تخرجوا وذهبوا إلى السوق، إنه يعني وفرت عليهم كثير من الجهد في والخبرة، وهذا هو في الواقع المهم. واليوم سعادتي كبيرة جدا لما أشوف وجوه الطلبة اللي فازوا بهالمركز، وبلا شك هذا الفوز يؤكد أول شيء عملية الجامعة الأهلية وقرب طلاب الجامعة الأهلية من البزنس، قربهم من العمليات الحقيقية الحقيقة، وأتمنى الحقيقة أن نواصل هذه الإنجازات. برنامج وايد مفيد حق الطلبة لأنه يساعد الطالب على أنه يعرف شلون يحلل الأشياء اللي تصير في السوق، يعني من ناحية أنه شلون يستثمر أمواله علشان يكون مستثمر ناجح، ومن ناحية حتى دراسية يعني يعلم الطالب شلون الأشياء اللي تصير في السوق تأثر على الاقتصاد بشكل كامل. ريكوست كانت تجربة جدا ممتعة، تعلمنا الكثير فيها وضافت لنا الكثير على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني، وعطتنا الفرصة ان احنا نشوف شلون نستثمر في الأسواق الواقعية على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي، وكانت تجربة جدا جدا ممتعة واستفدنا منها. وللمرة 21 يثبت برنامج تريد كويست قدرته على اكساب الطلاب المشاركين الخبرة العملية في مجال الاستثمار من خلال التعرف على الأنظمة والقوانين المطبقة في الأسواق العالمية. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. مشاهدينا نواصل النشرة الاقتصادية مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع البورصة المحلية بورصة البحرين، حيث ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.25% مقفلا عن مستوى 1442 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 10,594,000 بقيمة إجمالية تجاوزت 4,263,000 دينار تم تنفيذها من خلال 60 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى باقي البورصات الخليجية مشاهدينا، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت على انخفاض نسبته 0.48% وأغلقت عند مستوى 995 نقطة،
وننتقل إلى بورصة الكويت التي أقفلت على تراجع نسبته 1.28% متأثرا بانخفاض قطاع الخدمات المالية بشكل رئيسي. وبالنسبة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق على ارتفاع نسبته 0.75% بدعم من تقدم قطاع البنوك. أما سوق دبي المالي فقد أقفل على صعود بنسبة 0.01% بسبب تقدم أغلب مؤشرات البورصة وعلى رأسهم قطاع العقارات. وأخيرا أغلق سوق مسقط للأوراق المالية على انخفاض نسبته 0.15% بتأثير من انخفاض كافة مؤشرات البورصة العمانية. توقعت اقتصادية دبي أن تصل معدلات النمو في إمارة دبي إلى 2.1% خلال العام الحالي، ارتفاعا من 1.9% في 2018. وتوقعت الهيئة أن يتسارع النمو إلى 3.8% و 2.8% على التوالي خلال العامين المقبلين. وأشارت الهيئة إلى ارتفاع التراخيص التجارية الجديدة خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري ب 29% إلى أكثر من 6700 رخصة تجارية جديدة في دبي. كما ارتفعت قيمة مؤشر ثقة الأعمال في الربع الأول بمعدل 10.2 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2018. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. رغم الحملة الأمريكية هواوي تحقق إيرادات نتائج فصلية رائعة. ذكر تقرير نشرته وكالة بلومبرغ أن محافظي البنوك المركزية عليهم أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار لمواجهة أي أزمة اقتصادية مقبلة. وأشار التقرير الذي استند إلى آراء محللين وخبراء اقتصاديين إلى أن احتمال اندلاع أزمة مالية جديدة ومرور الاقتصاد العالمي بفترة ركود أمر وارد. وساهم الركود الاقتصادي الذي أصاب العالم في العقد الماضي في انهيار بأسعار الأسهم والأسواق العالمية. وقد تكون عوامل كثيرة ساهمت في تنامي هذه الهوى، مثل تخفيضات أسعار الفائدة والإجراءات الأخرى التي اتبعها محافظو البنوك المركزية، مما يلزم تبني أساليب مختلفة لمواجهة الركود القادم هذه المرة. أعلن الرئيس الأرجنتيني أنه من المقرر أن تطبق ضوابط الأسعار على 60 منتجاً أساسياً وتستمر لمدة 6 أشهر على الأقل بعد أن تم الاتفاق على الأسعار مع المنتجين وسط مخاوف من أن يؤدي تسارع التضخم إلى تراجع شعبية الرئيس قبل الانتخابات الرئاسية في أكتوبر. وتأتي هذه الخطوة في عقب بيانات رسمية كشفت عن تسارع التضخم إلى 54.7% على أساس سنوي عند أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة بأن ضوابط الأسعار التي طبقتها الإدارة السابقة قد فشلت. قالت هواوي تكنولوجيز أن إيرادات الربع الأول من العام قفزت 39% إلى 26.81 مليار دولار في أول نتائج فصلية على الإطلاق تعلنها شركة التكنولوجيا الصينية. وقالت الشركة أن هامش صافي الربح بلغ حوالي 8% للربع الأول، مضيفة أنه مرتفع قليلا عن نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي الإعلان عن قدر محدود من النتائج في الوقت الذي تكشف فيه الولايات المتحدة حملتها على هواوي غير المدرجة بدعوى أن معداتها قد تكون مستخدمة للتجسس، حيث تحث حلفائها على منعها من بناء شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.